أستاذ كرم سعيد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ كرم أهلا وسهلا بحضرتك. هل هناك خط رجعة يملكه أو يتاح أمام الرئيس التركي لمحاولة تجاوز كم الأزمات الذي أغرق نفسه فيه، ولا الأمور أصبحت مغلوقة من أمامه مغلقة عفوا من أمامه؟ لا أظن أن ما زالت هناك فرصة إذا قام بترشيد سياساته في الداخل والخارج وأعاد صياغة نمط التفاعلات مع دول الإقليم ونمط التفاعلات الخاص في الداخل. أولا لابد من العزوف والبعد عن فكرة الاستثمار الأيديولوجي وفي جماعات الإسلام السياسي سواء في مصر أو سوريا أو اليمن، تلك الاستثمار الذي أضر بتركيا ضرر بالغ. الأمر الثاني لابد من مراجعة ما يتعلق بإدارة الأزمة الاقتصادية والكف عن التدخل في السياسات النقدية لتركيا. لديه إصرار شديد على الاستمرار في تعيين بيرات البيراق صهو وزيرا للمالية، برغم أن الرجل لم يثبت كفاءة في إدارة المحفظة الاقتصادية التركية، وعدد كبير من قيادات العدالة والتنمية حذرتهم من هذا الاختيار ودعت مرارا وتكرارا إلى اختيار الوجوه التي تتمتع بقبول دولي ولديه كفاءة على إدارة الاقتصاد. وإذا لم يتراجع الرئيس عن هذا الإصرار أتصور أن الأزمة الاقتصادية في تركيا ستتفاقم أكثر فأكثر، خاصة أن كل الحلول التقليدية التي طرحها وزير المالية حتى الآن والتي يصر عليها الرئيس التركي باءت بالفشل. الأمر الثالث مرتبط في الأزمة الاقتصادية أستاذ كرم، الأمر مرتبط بإخفاق في أداء الملف الاقتصادي، سواء كان ذلك مرتبط بإساءة اختيار القائمين على هذا الملف أو لأن هناك رؤية اقتصادية أصبحت قاصرة، ولا الأمر مرتبط بسوء الإدارة السياسية بشكل عام وهو الذي أفضى إلى هذه الأزمات؟ طبعا هو في الحقيقة كل العوامل اللي حضرتك ذكرتها دي. أولا إصرار الرئيس على التدخل بشكل مباشر في السياسة النقدية برغم حدود علمه في هذه المسألة. هو على سبيل المثال أصر كان يصر على تخفيض معدل الفايدة وأقال محافظ البنك المركزي الذي رفض هذا الأمر، وبرغم من الإتيان بمحافظ جديد الرجل لم يستطيع أن يفعل شيء في مسألة تخفيض سعر الفايدة، لأن هذا الأمر أدى إلى عزوف الاستثمار الأجنبي عن تركيا وفاقم الأزمة الاقتصادية. الأمر الثاني مرتبط بتعيين أهل الثقة بعيدا عن أهل الخبرة. الأمر الثالث مرتبط بالأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية وإصرار الرئيس على الممارسات السلطوية وتفصيل المشهد على مقاس طموحاته السياسية. كل هذا أدى إلى عزوف قطاع واسع من الدول الأوروبية تحديدا، معروف أن أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية اللي موجودة في تركيا هي استثمارات أوروبية، وبالتالي هناك مخاوف لدى الأوروبيين من توغل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة على المشهد. تقرير المفوضية الأوروبية الصادر أخيرا وجه انتقادات شديدة لتركيا فيما يتعلق بمسألة السلطة، فيما يتعلق بمسألة إدارة الاقتصاد. تم توبيخ تركيا على الممارسات السلطوية ومسألة حقوق الإنسان وتضييق المجال العام. كل هذه الأمور بالطبع كان لها انعكاساتها على المشهد في الداخل. طيب الحديث عن الأزمات الاقتصادية هذه لا يبدو أيضا سيكون منفصلا عن البحث عن ملاذات أو مسارات بديلة ربما تعيد قدرا من التوازن للاقتصاد التركي. المسارات من وجهة نظر أردوغان ستكون مرتبطة بالداخل بإعادة النظر في سياساته التي استعرضت بعض الإخفاقات فيها، ولا قد يكون مرتبط بالرغبة في تمدد النفوذ خارج حدود تركيا رغبة في الحضور بمغانم أخرى؟ الحقيقة أن كل المسارات التي ينظر إليها الرئيس أردوغان أو التي يراهن عليها في تصحيح الأزمة الاقتصادية هي مسارات مجهولة وغير مفهومة. يعني هناك إصرار شديد على توظيف نظرية المؤامرة وأن هناك قوة إقليمية ودولية تستهدف الاقتصاد التركي وهي التي تقف وراء هذه الأزمة. الأمر الثاني مرتبط بمحاولة الانخراط في أزمات الإقليم، سوريا، ليبيا، اليمن، على أمل الحصول على جزء من عقود الإعمار في هذه الدول حال إحداث تسوية سياسية. تقول تركيا أنها لابد أن تكون شريك فيه. بالحق أن هذه الاستراتيجية باءت بالفشل، ورأينا كيف تراجعت تركيا في ملف سوريا وأصبحت أقرب انحيازا لمحور موسكو طهران، رغم أن المعارضة التركية يبدو أنها كانت صاحبة وجهة نظر أعقل وأسبق للأمان. وبالأمس كان هناك مؤتمر دولي عقده حزب الشعب الجمهوري لإدارة الأزمة السورية والبحث عن حلول لهذه الأزمة، وتم دعوة كل أطراف الصراع السوري بما فيها نظام الأسد. وبالتالي كان الرئيس أردوغان في الحقيقة يعني أساء إدارة
وأساء تقدير ملف الأزمة السورية، وهو اليوم لم يحصد إلا سراب من وراء الانخراط السلبي سواء في الأزمة السورية سواء في ليبيا سواء في اليمن. أيضا توتر العلاقات التركية مع دول الخليج أدت إلى تجنيد وسحب جانب كبير من الاستثمارات الخارجية خاصة في قطاع العقارات في السوق التركي، وفقط سوق العقارات ما يقرب من 48% من الاستثمارات فيه على مدار الشهور التي خلت. وبالتالي الأداء السياسي خارجيا والسلوك الخارجي للحكومة التركية في الحقيقة أضر ليس فقط في الصورة الدولية، لكن أستاذ كرم يعني الدولي المرء لا يحتاج لأن يكون ثاقب النظر ولا واسع الرؤية حتى يستطيع أن يدرك أن تسميم الأجواء من حوله إلى هذا الحد في توقيتات متزامنة سيكون له عواقب وخيمة على الداخل في تركيا. لماذا يبدو أن نظر الرئيس التركي لم يأتي إلى هذه الزاوية؟ زي ما قلت لحضرتك يعني هناك إصرار على تفصيل المشهد على مقاصد المحطة السياسية، وهو يرى طوال الوقت أن المعارضة السياسية في تركيا معارضة محدودة ليس لديها قواعد انتخابية ليس لديها قواعد جماهيرية. والحق أن هذا الرهان كان خاطئ وظهر هذا الخطأ هذا الرهان ربما يكون رهانا رابحا في حتى سنوات قليلة مضت. لا في تقديري ليس رابحا منذ 2017 يعني ظهر فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية نجحت المعارضة في الحجز لله وبالفعل تم تمرير التعديلات الدستورية بنسبة بسيطة 50.5% بالكاد. أيضا ظهر في فوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو 2018 بنسبة 51% وكان يتوقع فوزه بنسبة 65% وهي أول انتخابات رئاسية بعد التعديلات الدستورية. أكثر وضوحا في انتخابات البلدية التي أجريت في نهاية مارس 2019 وأصبحت أكثر وضوحا في انتخابات إسطنبول في جولة الإعادة فاز أكرم إمام أغلو بفارق 800 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي البرم برغم الحشد الكبير من الرئيس التركي نفسه وبرغم من حشد كل مؤسسات الدولة وأفرعها في إسطنبول لمصلحة بن علي يلدرم. وبالتالي طوال الوقت الرهان أن الأرض متخطط حول أفكارها الأيديولوجية وأن ليس لها رصيد هو كان رهان خاطئ من حزب العدالة. لكن في كل المسارات أو في كل التجارب اللي استعرضتها حضرتك كان البعض يقول إن هذا كان خيارا عقابيا أو تصويتا عقابيا من قبل بعض الأتراك غير المؤدلجين، لكن مسألة أن المعارضة أصبح لها برنامج أو مشروع هذه مسألة واقعية في هذه المرحلة ولا لا؟ حتى المؤدلجين يعني قطاع واسع من حزب العدالة والتنمية في إسطنبول ذهب للتصويت لمصلحة أكرم إمام أغلو باعتبار أن الرجل تعرض لمظلومية شديدة. لذلك في جولة الإعادة كانت المسألة أوضح بالضبط. يعني قطاع واسع من التيار المحافظ المنتمي تقليديا إلى حزب العدالة والتنمية ذهب للتصويت لمصلحة مرشح حزب الشعب الجمهوري باعتبار أن الرجل تعرض لمظلومية وأن هناك إصرار على انتهاك القواعد القانونية انتخابات اسطنبول. ايضا ان المحدد الاقتصادي كان هو المحدد الرئيسي في تصويت الكتل الانتخابيه التركيه بشكل عام يعني مؤدلجه او غير مؤدلجه، والفشل في التحايل على الازمه الاقتصاديه وتداعي نموذج الرفاهيه التركيه الذي حققه حزب العداله والتنميه في فترات سابقه ادى الى انصراف كتل واسعه من الناخبين الاتراك مؤدلجين وغير مؤدلجين بعيدا عن الحزب. شكرا جزيلا لك الأستاذ كرم سعيد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منضما إلينا عبر الهاتف.